لمي وعروق ملاهن وعندك نظره بتداول مداوم العله وشبه الدورن بينا بالدوب يا بتله ويا فن الغرام وعيني نوم هنقلا قطعه ربع عشر برد خبيبه كروق ديل قرع الحذاري بوديك حفير السوق عشان الليله يا قمري بيقول نقوق كبده ناقه وعين عسلا لذيذ في الضوق ذيسه محزمه ما من كتيفه وطالع فوق هيبه اللبس النواشين طالع التروق انا منك قليطه وطالع وماتل في الفريق ما اسمي حسيس طالع اليوم السبت قرة هلال الحج تالت عام وانا في وادي ويل من زج يا البيت الخلوق تأتيه من كل فج حق قيدي عضل طريقي هالمعوج بات عشوقنا على سيدك طيب قال لي سرت اسف يا نديم متغيب يا هرع البروق اللي الجمال بتعيب صبري وجدت رملة كيف وجاته بيب سلام يا بات عشوقي وين سيدك وين قال لي سرت آسف يا نديم غايبين ذكر مجالا كنا فيه اثنين ضح صبري وخدت الليل زيام حنين دافن رجال كتار عز في وطاتك وخيرتك حرفك يبلع الزول كب تودر حيرتك الضايق لقاك بعرق ويف من سيرتك الدم جرتك والخيل عجاجة ضريرتك المنتدى دي المرة الثالثة أنا أحضر فيه وكل مرة متطور وكل مرة ماشي لأفضل الناس بتفتكر لحاجات بتعاليها وربنا يوفق الجميع ويوفق الغايمين على أمره والله الموفق المنتدى بمنتدى شامل لكل أبناء البطانة اللي موجودين في الحضر وفي البادية ونحن كشباب لمنتدى البطانة بنحاول نطور المنتدى مع أبهاتنا وأعمامنا الكبار في أنه ندعمه بالأفكار النيرة وبالخطط العلمية المدروسة بحيث أنه نحن في البداية حنحاول ننشي للمنتدى من خلال الويب سايت منتدى البطانة حيكون متاح لكل الناس في السودان وخارج السودان بحيث انه يشوفوا عاداتهم وتقاليدهم بصوره منسقه وصوره جميله المنتدى بيحاول يلم الناس حوالينه عشان يخدم انسان المنطقه ويحاول يحل المشاكل بتاعه الناس في المنطقه هنا من مشاكل في الرعي ومشاكل في الزراعه وان شاء الله لقدام كل الافكار دي هتتنفس في ارض الواقع والناس حتشوف نتائج عن قريب وإن شاء الله خلال منتدانا الجاي انتوا تشرفونا وتشوفوا التطور بتاع المنتدى نحن الآن في منطقة البطانة منطقة الكرم والجود
وزي ما شايفين انا شايل في يدي السعن، واللي بداخل السعن ده اسمه القارص. احنا هسه حنجي نعرف الفرق ما بين القارص وما بين اللبن الفطير بتاع الابل. وشايف انا كمان ودي شوبه اللي شايل له لبن ابل، وانا انت حتشرب وانا هديك كمان ازيدك، لانه احنا في منطقه البطانه ومنطقه الكرم موجود، وانا حازيدك كمان من القارص. طيب يا ايوه احنا دارين نعرف هسه الفرق ما بين القارص وما بين اللي انت شربته ده. هو طبعا اللبن الحليب هو بحلبوا لك الان وبدك له برغ وتدير الرغوه دي فيه. الزول من يكرر حوكه دي من يشيل فيه شنبه ويشيل فيه انفه ويشيل فيه حياته كلها. بس كرعت فيه تمام. اي كمان اللبن الحليب القرص ده بكون يعني بكبه طوالي، يعني زي الرواب زي نحن بنرو في البخصه في السعن وبكبه طوالي. كمان في حاجه ثانيه يسموها يعني لبن المربع. لبن المربع ده كان حلبوا لك بطنك دي كان فيها مرض 100 سنه بيطلعوا بالراس وبخلي ما بيقعد معه. ولما اللي بيصير في عام عشان بتاكل في الجزيره، تاكل في السحاب في المفيريت وفي الحنتوت، وبتاكل في الصفاري دي بانواعه. نحن بنتواصل معاكم ومعانا كمان احمد بابكر. احمد انت جاي من الخرطوم وانت اساسا من هنا من منطقه البطانه. نعم انا من يعني الحاجات دي انتم بتحسوا نفسكم انكم فاقدينها كثير في الخرطوم، مش كده الاجواء دي؟ نعم والله نطلع نجي من الخرطوم ناخذ راحتنا في البطانه. لبن الابل ده بنرتاح له شديد، كونه احنا ذاته نمر بالبطانه دي بنتكيف كمان اكثر. انا في الحقيقه انتوا قدمتوا لي هديه. نعم. اللي هو لبن البل. نعم. ومعه القارص. ودي هديه لكل مشاهدي قناه النيل الازرق. انا شايف الزملاء هنا قاسم والنوراني ومحمد مصطفى وابراهيم زي تجرسوا من لبن البل، لكن انا حقوم اجرب الحكايه دي. انا بشقاق ما هو يبغي السن عقب يا صاحبي عوض للقروف والويسي اربع من السود غلبني تب ما قيسن حظي وبرطمن وكحل انه ديسن. دخلت مدارس لا من كره تدريسي، طلعت الطيش وما فهمت الرماد في حديثي، لا بالمال ولا بينقص غليك تهنيس الا الزول ذوق ما ضاق محلق وغيسن عربا ديني بيسهر البطانه بدوشو نزلوه بالضحي في العالي نصبه بروشه الحمل الصلط بين الخليد ورموشه عليه بباكي وما تفكت اليوم بوشه زبين في العسين بتقو صفاري قشوشه أرضه عفية ما سكن النمت في حوشه الحكم المكن بحلوجه فاغ منفوشه أنسه على الزمن بكل النحول في بروشه والدشاب اللي يقول لي بالله كيف أحوالك من هم سحم دمك خرت راس مالك بمقول الطبيعي مكحلات بصالك خلاك تمشي بالليل والنهار وصالك اللي مني ما شافوا السمح ترحابك ولا شافوا المشتت فوق برات مكحابك البدو الحضر في لسانه بتلحابك متلوم الدفق موت العشم في رهابك. بنتواصل معاكم مشاهدي قناة النيل الأزرق في كل مكان، وحنتونس شويه مع جزء من الاباله اللي زي ما ذكرت انه هم مكون اساسي لمنطقه البطانه. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. نتعرف عليك. مرحبا. ايش نسموك؟ محمد. محمد انت طيب من بيتين من هنا قاعد هنا؟ يعني بتقعدوا هنا لفترات طويله ولشهور كثيره، بيخليكم تختاروا منطقه البطانه بالتحديد شنو؟ الهواء والبهايم الدوره الطيقه. ايوه فيها الهواء والبهايم الطيقه بس. طيب. بطانه سمحه. طيب. انتوا هنا بتعيشوا كيف يا محمد؟ يعني بتتزودوا كيف انتوا؟ بتاكلوا شنو؟ بتشربوا شنو؟ لبن بس. لبن بس. بس والمويه. ما بتاكلوا اي حاجه ثانيه بس لبن ومويه؟ لبن ومويه بس. ثاني واحد عندنا مزود. طيب نحن بنتواصل معاكم والحياه جميله هنا في البطانه، يعني حياه بسيطه لابعد الحدود.
ناس محور حياتهم انهم يكونوا دائما مع الابل والحاجات الاليفه دي وكل الحيوانات الاليفه الموجوده هنا. وما خلت لروحها تستوي تتعايق.